اوكي اذا هذا زي ما حكيت سؤال 3.4 من الكتاب، غيرنا فيه تغيير او وسعنا، بدينا نوسع شوي بدل نرجع للريفرنس تبع البيس. راح اعتبر الريفرنس تبع البيس هو القاعده هاي اللي موجوده هون، اللي هي النقطه هاي اللي موجوده هون. راح اخذ الان باعتبار التول، راح نبدا نطلع على التول، راح اعتبر انه التول مثبته على النقطه هاي اللي هون موجوده هون على بعد ال4 من الاكسس هذا اللي موجود. حتى هو يمكن الرسم مش بيرمي، المفروض التول انا ما ارسمها هون على الطرف، ارسمها في الداخل هون لانها جاي على النقطه هاي على بعد ال4. عندي هون بسيط لهذا 3 degrees of freedom. على فكره هون مش مبينه مضبوط الاورينتيشن، هو المفروض يكون عندي كمان ثلاث زوايا جديده في الريست. لو بدنا يعني نطوره اكثر لهذا بده يصير في عندي spherical wrist من هون، بس كانه احنا بنقول انه اول ثلاث زوايا ثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا 3 وصلوني للاكس واي زد اللي بدي اياها، وبعدين ثيتا 4 و5 و6 بعطون spherical wrist للاورينتيشن الى حد ما، وهذا ببين كمان معنا لما نحكي كمان شوي عن الورك سبيس، نراجع شوي اللي عملناه المره الماضيه. فإذا بدنا نعمل الآن رح نرجع نفس الطريقة الآن بدنا نطلع الفورورد كينماتكس تبعت هذه، رح أفترض الآن إنه عندي زد زيرو، رح أسمي هلا البيس هو فريم زيرو، ففريم زيرو هو نفسه البيس أو بي، رح أسمي تي التول هو نفسه رقم 4، رح أسميه هون، فصار عندي هلا 5 فريمز من زيرو لفور. رح نبدا نعمل اساينمنت للاكسيس، فراح اخذ الان زد 0 راح ينطبق على زد 1 نفسهم، زد 1 زد 0 راح ينطبقوا على بعض تماما، لكن عندي هون هلا راح يكون الاكس، خلينا نشوف اول شيء اكس 1 بعدين بحدد، فناخذ زد 2 راح افترض هلا زد 1 وزد 0 بوزيتيف بهذا الاتجاه، راح ناخذ الان اكس زد 2 راح افترضها هون بوزيتيف، راح يكون عندي هذا هون زد 2. الان هلا كونه زد 2 بتقاطع مع زد 1 صارت هاي نقطة التقاطع، راح اعمل اكس 1 واكس 2 راح يكونوا عمودين على هذا الفريم، انا يمكن نقطة التقاطع هون كان لازم تيجي اوضح هون عشان تطلع هذه بهذا الاتجاه. فهاي راح تكون x2 و x1، بس راح نخلي x0 وصار عندي z1 وz0 بهذا الاتجاه، z2 بهذا الاتجاه، فصارت x2 وz2 بهذا الاتجاه، و x0 طلت هون، x0 راح تكون y، المفروض y تكون بهذا الاتجاه، y0 بهذا الاتجاه. راح تكون كمان عندي y1 بهذا الاتجاه، y2 راح تكون نازله لزيرو، مظبوط؟ هي اول ثلاث فريمز من هون. صار هلا في اهميه عندي لهاي المسافه اللي هي المسافه من x0 ل x1 along z1 اللي هي راح تكون هاي المسافه اللي هي l1 زائد l2. نفس الشيء عندي نقطة الدوران هي هاي، بس أنا ما في حاجة أحط فريم انترميديت فريم هون. إن كان كان أحط انترميديت فريم هون ملوش علاقة ملوش معنى، لأنه ما راح يكون في شيء إضافي، فراح آخذ مباشرة L1 زائد L2 راح تكون هي D1 مش هيك؟ طبعا D1. بعدين راح ناخذ Z3 موازي. هذا Z3 موازي، وراح أعمل Z4 تقريبا النقطة بالنظر لهاي. تكون تقريبا هون زد 4 بهذا الاتجاه، وعندي هلا هون صار اكس 1 اكس 2، فبامكاني هلا الان صارت عادي عندي هيك رح تعطيني هذه، رح يصير عندي هون اكس 4 ماشي بالنسبة لهذول. لو طلعنا الآن على الزوايا، نطلع على الزاوية هاي راح تكون ثيتا، ثيتا 1 في هذا الاتجاه، بالنسبة لثيتا 2 فثيتا 2 راح تكون بوزيتيف في هذا الاتجاه، نيجاتيف في هذا الاتجاه، نيجاتيف
نفس الشيء بيتا 3 ثيتا 3. ما في شيء اللي معنى هلا اقول انه ثيتا 4 لانه لسه هذه هون في اشياء ثانيه راح نحط عليها. كيف يعني؟ ثيتا 2 ثيتا ماينس ماينس ثيتا. هاي غلط. هاي حطينا هون الثيتا الزوايا المختلفة. هلا نطلع على البارامترز هناك ناخذهم. هلا نطلع اول شيء على من الفا دي 1 الفا الفا 0 اللي هي بين زد 0 وزد 1 في شيء عندي شيء زد في شيء عندي مسافه بينهم. الشيء الوحيد اللي عندي بينهم دي 1 اللي عندي دي 1 وبعدين طبعا في عندي ثيتا 1 طبعا راح تكون دي 1 اللي هي المسافه من ال1 اكس 1 من اكس من 0 ل اكس راح تكون ان 1 زائد ال2 وهذه عندي هون ثيتا 1. اطلع على الثاني هلا في عندي 90 درجه ما بين زد 1 وزد 2 حوالين اكس 1 بس ماينس 90 مضبوط. هاي هون بهذا الاتجاه هما الاثنين بتقاطعوا في المسافه بينهم زيرو. عندي هاي راح تكون زد 2 بالنسبه لعندي زيرو دي 2 اللي هي اكس واكس هي along z2 مش هيك؟ along z2 بين اكس واكس ما فيش يعني مثلا. هلا الزاويه بين z2 وz3 ما فيش عندنا زاويه زيرو. المسافه بينهم l3 مضبوط. عندي بعدين هون ثيتا 3 دي 3 ما عندناش هون خمسة زيرو. ناخذ اخر واحدة نفس الشيء بين زد 3 وزد 4 زاوية ال 4 بعدين عندي هون ثيتا 4 ما لهاش معنى اني احكي ثيتا 4 راح احط هلا زيرو ودي 4 اللي هو عندي هون زيرو. فهي صارت عندنا هذا المثال. هلا لو كملنا بنضيف هون طبعا السفيريكال ريسك بنضيف الفريمز الاضافية اللي موجودة. دكتور نحن لما حددنا الفا 1 ناقص 90 احسن الناقص نحسب على اي اساس؟ تمام اكس 1 بوزيتيف في هذا الاتجاه. فانا لما بمشي من زد 1 لزد 2 على قاعده اليد اليمنى وين عمالي بعمل روتيشن؟ فهي ماينس ناقص 90 3 ديجري اوف فريدم. هذا 3 ديجريز اوف فريدم بس هو زي ما